صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بينضموا لنا من جديد. خلينا نطمنكم دلوقتي على حاله الاحوال الجويه النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون في استقرار في الاحوال الجويه، والجو يكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري، وهيكون مائل الحراره على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء. كمان النهارده في نشاط رياح احيانا على مناطق متفرقه من كافه انحاء الجمهوريه، وشبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك وتزامنا، وصباح الخير على كل السنة المشاهدين. أهلا بك يا أهلا. عايزين نطمن كل ولادنا النهاردة وهم نازلين الثانوية العامة أنه النهاردة الجو يكون لطيف معهم إن شاء الله. لا إن شاء الله نطمن كلنا، لأن الأجواء الحمد لله مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، ويمكن هو تستقر اليوم وباقي أيام الأسبوع إن شاء الله. درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بتتراوح ما بين ال 34 وال 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار. أغلب الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل الهوائية الشمالية قادمة من على البحر المتوسط، بيكون فيها ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة خلال فترات النهار، وبدأنا نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، ودي اللي بتجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من قيم درجات الحرارة اللي احنا دايما بنقولها مع حضراتكم، مع كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. فالاجواء هنحس بها خلال فترات النهار ان هي اجواء حاره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، مائله للحراره على سواحلنا الشماليه، ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، فتكون شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. لكن طبعا مع فترات المساء بعد فتره الظهيره هيكون في نشاط رياح، نشاط الرياح ده سرعته ما بين ال 30 لل 40 كيلو متر على الساعه، ده هيساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو، فبالتالي هنحس بالاجواء المعتدله الربيعيه خلال فترات المساء، وايضا خلال فترات الليل الاجواء هتكون معتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان ان في شبوره مائيه خفيفه جدا بتسهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، مدن القناه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه بتتكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا على الساعه 3 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس على الساعه 6 صباحا. الشبوره المائيه الخفيفه دي بتبدا تتلاشى وما بتاثرش تماما على حركه المرور. مهم جدا مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس، لان العامل ده بيساعد على احساسنا اكثر ب طبعا ارتفاع درجات الحراره، وده وقت خروج الطلاب من الامتحانات من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. مهم جدا نتجنب اشعه الشمس المباشره، لان طبعا اشعه الشمس المباشره لا قدر الله بتصيبنا بضربات الشمس والاجهاد الحراري طبعا. بالاضافه كمان هي بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، فانا وانا خارج من البيت يبقى دايما معايا غطاء للراس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره لو انا هبقى موجود في الشارع في الفتره دي. بالاضافه كمان انها مهم جدا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، زبده الميه تبقى موجوده في ايديا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، ان احنا خلاص فصل الصيف ان شاء الله متوقع انه يبتدي غدا الثلاثاء بدايه فصل الصيف، وهيستمر معانا لمده 3 شهور قادمين. ال3 شهور دول هنحس فيهم بارتفاع نسب الرطوبه والاجواء الحاره خلال فترات النهار. مهم جدا ناخد النصايح المهمه في فصل الصيف، كمان نبتدي الملابس الفاتحه اللون، القطنيه، الفضفاضه، دايما نحافظ ان احنا نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، واخيرا طبعا مهم جدا نتابع النشرات الجويه. طيب دكتورة منار، يعني احنا شايفين كده بنتابع على مواقع التواصل الاجتماعي ان في حالة من حالات القلق في ارتفاع درجات الحرارة موجودة في اوروبا، يعني احنا شفنا ايطاليا وشفنا فرنسا بتسجل 48 درجة و50 درجة، فاحنا خايفين يعني؟ لا لا خالص، احنا نطمن خالص، احنا الحمد لله الكتل اللي هي الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا مختلفة تماما على الكتل الهوائية اللي بتأثر على اسبانيا وفرنسا وايطاليا. بالفعل درجات الحراره هناك تجاوزت ال 40 درجه مئويه، في موجات حر هناك، الحمد لله احنا درجات حرارتنا لنهايه هذا الاسبوع هتبقى ما بين 33 وال 34 درجه مئويه، يمكن مع يوم الجمعه والسبت هتكون 35 درجه مئويه، لكن طبعا تعتبر حول المعدلات، ما فيش موجه حر ان شاء الله في القريب، لكن وارد طيب جدا. طمنتينا دكتوره منار كده، احنا اطمنا ما فيش موجه حر في القريب، هناخد الكلمه دي. ونشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه.